بعد هذا التنمر التي واجهتيه في مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت في حالة نفسية صحيح؟ حالة نفسية جد صعبة، عدو يمنت من أهلوش. فكرتي حينها في الانتحار؟ 4 مرات. كيف كانت المرة الأولى؟ تناولي للدواء. الثانية؟ ثانية نفسها. الثالثة شربت الجافي. الرابعة؟ لا ميم شوز، بدافع الخطأ. زعما كي سقسوني والدي قلت لهم باللي غلط مشتوش. كل هذا بسبب التعليقات التي طالتك في مواقع التواصل الاجتماعي.